هنا الأمان كله، مفيش تهديد ولا قلق ولا في حد يعرف يوصل. ازيك يا مجاه؟ الحمد لله على السلامة يا باشا. غادة ما جاتش ولا اتكلمت؟ ما جاتش يا باشا. طيب روح افتح. حاضر من عيني. اتفضلي. انت هنا بقى هترتاحي خالص. هترجعي تاني منار بتاعت زمان. يا اخي ام منار على اللي خلفه منار، هو انا مش هنخلصه من الموال ده؟ ما بقول لك انا مش هي. معلش ممكن توطي صوتك، ما ينفعش تتكلمي كده قدام الناس. قدامهم ولا من وراهم؟ هو انا بقول كلام عيب ولا حرام لا مؤاخذة؟ طيب ممكن نهدى ونتكلم جوه؟ استنى قولي قبله إيه، هي الدقي بعيد عن هنا؟ اشمعنى يا عم؟ انا سالتك سؤال ترد عليا وتريحني، مش لازم أن ترد لي سؤال بسؤال. ايوه بعيد عن هنا وبكتير. طب ما تعمل فيا معروف وتوصلني لحد هناك، اصلي سايبه شنطه هدومي وغياراتي عند واحده معرفه جنب لوكاندا في الدقي. انت هنا ولا هتحتاجي شنطه هدومك ولا هتحتاجي اي حاجه خالص. مش هحتاجها ازاي؟ ده انا هحتاجها ونص وثلاث ارباع، يا عم بقول لك غياراتي. طيب طيب نخش ونتكلم جوه، نتكلم جوه بهدوء. يلا. الله لا يسيبك، سيبني اروح لحالي. انا مش اللي في بالك، انا مش هي. مفهوم مفهوم، بس مش هينفع نقف نتكلم كده طول اليوم، مش كده ولا ايه؟ يلا اتفضل. اللهم طولك يا روح. ده ايه المطرح الواسع ده؟ يجي له كام فدايه؟ اختي كانت عايمه على وش الفته وراحت حضنت القطر. متشكر يا مجاه. تحت امرك يا حسام بيه. استنى انت بقى. استنى. اتفضل. فاكرة أول مرة جيتي فيها هنا؟ وهي كانت بتيجي معاك كده لوحدها؟ دي باينها كانت مدوراها. لا لازم تعرف أني غير، أني ما بنقعدوش مع حد غريب من غير محرم، لا مؤاخذة الشيطان شاطر. وخصوصا يعني لما يبقى حد عسلية زيك كده. أنت بتضحك على إيه؟ هو أني قلت نكتة؟ بس انت اللي بنيتي البيت ده والمزرعه دي طوبه طوبه، انت كنت مخططه تعيشي هنا. وايه بقى؟ ايه بقى؟ فقدت الذاكره؟ يا عم ماني بقول لك اني مش هي، مش عارفه انت ليه متربس دماغك ومش عايز تسلم بكلامي. عشان انت تعبانه، تعبانه ومحتاجه تكملي علاجك مع الدكاتره. ما هو ده، هو ده اللي انا خايفه منه، تقولي اني مجنونه ولازم اتعالج. ده عمر، عمر اخوك. يا عم والمصحف مخون؟ هيفرح أول ما يعرف إني لقيتك. وهو هيفرح كده يعني ويسيبني عندك عادي؟ ده باين العيلة كلها مدوراها. ما ردتش ليه؟ أنا مش عايز أقول له في التليفون إنك معايا، احتمال كبير يبقى تليفوني متراقب. طب وعلى إيه وجع القلب؟ ما تبعد عن الشر وتغني له. شر؟ أنتِ أحلى حاجة حصلت، أنتِ أحلى حاجة حصلت لي في حياتي. طيب تعالي معايا الأوضة، عايز أوريكي عملت فيها إيه. أوضة؟ أوضة إيه يا أبو أوضة؟ أوضة إيه يا حبيبي؟ ما تسلك يا جدع أنت، أنا مش بتاعة أوض، ما بنطلعوش أوض، أنا جاية هنا عشان تسمعني وأقول لك الحقيقة. هسمعك، هسمعك وهنتكلم وهنقول كل اللي أنت عايزاه، بس مش دلوقتي. إمتى إن شاء الله؟ الأيام جاية كتير، تهدي بس وأعصابك تهدى. يا عم أنا هادية وأعصابي مرتاحة وزي الفل. هو انت شايفني بقطع في شعري؟ أنا دلوقتي لازم أمشي، أنا عندي شغل وعندي مواعيد، ممكن نأجل كلامنا للصبح؟ لا. دول هما الكام ساعة دول؟ تعالي تعالي يا زينب. يا عم ما اسميش زينب. زينب ده اختراع. أمال إيه اللي مش اختراع؟ عزة. ماشي عزة ومن المحلة مش كده؟ من اسكندرية. أبو أمي الغبا. طب تعالي يا عزة تعالي بقى.
هو البيت ده ما بيخلص؟ هو كم مطرح؟ مطرح؟ أوضة، أوضة. تعال، تعال. تفضل. دي الأوضة اللي اخترتيها آخر مرة كنا فيها مع بعض، بعدها بيوم اختفيتي. اختفت فين الهبلة دي؟ طب وربنا، أدي لو عندي مطرح زي ده لتبت في اللي جابه. أنا كده اتأكدت إن البت اللي اسمها منار دي حامينها على الآخر. ما تقوليش عليها كده لو سمحتي. شكلك كنت وقع فيها لششتك يا عسلية. يعني ما تعرفيش؟ لا لا، ما تبصليش كده، ما تبصليش كده. بص الناحيه دي، انت هتسبلي ولا ايه؟ طيب تعالي اوريك انا جبت لك ايه. اوعى. تعالي، انا كنت عارف انك راجعه يا منار. انا جبت لك كل الحاجات اللي ممكن تعجبك. مش ده برضو الفستان اللي كان عاجبك؟ ده عاجبني قوي قوي، ده حلو قوي. بالراحه. لا أنا كده بقى شكلي هفتكر. لا هفتكر، مصراوي مصراوي وترجع لي الذاكرة. أنت أصلا ما فقدتيش الذاكرة يا منار، أنت اللي شفتيه من جوزك وموت مامتك قدامك أثر في حالتك النفسية، وكمان مع الاكتئاب والأدوية بقيتي عايزة تعيشي حياة تانية غير اللي أنت عايشاها. أنا عارف كمان أن أنت فكرتي في الانتحار. أنا عمر حكى لي كل حاجة. على فكرة هو بيحبك وحاسس أنه أثر معاكي. ما هو قال لي البقين دول في المستشفى. بس اقول لك، البت مراته دي بت حربايه، هي اللي مقسياه. ايوه هي اللي مقسياه على اخته يتفات لها بلاد. قال لي يا عسليه، هو المطرح ده ما توصلوش الحكومه؟ ما تقلقيش. لا اقلق، الحرس واجب، ده اعدام من شهر ونص. طول ما انا جنبك محدش يقدر يقرب منك. أيوه يا جدعان على الكلام. طيب أنا هسيبك بقى، وبكرة من الصبح بدري هتلاقيني عندك. إيه ده؟ وأنت هتسيبني في الملكوت ده لوحدي؟ بطولي؟ ما تلاقيش، المزرعة متأمنة كويس جدا وفي كاميرات في كل حتة. كل حتة؟ لا مش لدرجة أوضة النوم يعني. وبعدين الغفير هيبات تحت، لو احتجتي أي حاجة أنده يقول لي يا مجهد. تمام؟ تمام. خدي بالك من نفسك. حاضر. الله، ده حلو قوي، ده بيوم روح بيوم روح، حلو قوي. كل ده ترتر، كل ده ترتر بانها هتروح وتحلي عسليه. منار، انا هبعت مجاهد يجيب شويه حاجات يحطها في الثلاجه عشان لو جوعتي بالليل او كده. فلو الجرس رن ما تخافيش، افتحي. وماله؟ هتوحشيني. هتوحشيني.